لما سيدنا النبي بعث وبدأ يبقى فيه إيذاء للصحابة، سيدنا أبو بكر محدش قادر يقرب له علشان هو شريف وقامة وقيمة وقومه يمنعونه، بني تيم لا محدش يقرب. فهو أراد أنه زيه زي غيره، فهو أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خطيبا في الإسلام، وأوذي في هذا إيذاء شديد جدا، وأذاه عتبة بن شيبة، فقومه حملوه إلى بيته وخرجوا قالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن شيبة. فلكن فاق سيدنا أبو بكر في آخر النهار لأنه كان ضرب جامد جدا. فلما فاق قال ما فعل رسول الله؟ يا أبا بكر نطمن عليك، ما فعل رسول الله؟ يا أبا بكر نطمن، ما فعل رسول الله؟ احملوني إليه. كان في دار الأرقم، والسبب في إسلام الأرقم سيدنا أبو بكر. المفاجأة سيدنا أبو بكر سبب في إسلام ستة من المبشرين بالجنة اللي أدخلهم الإسلام سيدنا أبو بكر. مين؟ عثمان بن عفان. كله في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح. كل حاجة والله سبحان الله بتعجب من هذا. يعني مجرد ما صدق بسيدنا النبي صار داعية، حاجة عجيبة، يسلم على أيديه ستة ممن يدخلون الجنة بغير حساب، والستة دول بكل شغلهم بكل أعمالهم في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. خرج مرة يقول أنا ههاجر زي ما الناس بتهاجر، قبل واحد من أهل مكة تقريبا فيما أذكر زيد بن الدثنة، بيقول له إلى أين يا أبا بكر؟ قال مهاجر. قال ما مثلك يخرج، أنت اللي زيك ما حدش يطرده ولا يخرجه أبدا، ارجع يا أبا بكر، يا أبا بكر إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الصفات بقى اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله ما مثلك يخرج. خدت بال حضرتك من تطابق؟ طبعا طبعا. ايه ده؟ وهو ده اللي خلى سيدنا ابو بكر يسبق، انه قلبه مطابق لقلب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه. هي دي المساله، لانه سيدنا ابو بكر عجيب قوي، رقم واحد بعد الأنبياء، أكرم خلق الله بعد الأنبياء، ولو توزن إيمانه بإيمان الأمة كلها يسبق. طب مدة إسلام سيدنا أبو بكر قد إيه؟ 25 سنة. لو أخذها ساجد لله عز وجل ما يسبقش. أمال السبب في إنه سبق الجميع إيه؟ مع إنه خلي بال حضرتك سيدنا أبو بكر لم يكن فقيرا كبلال، لم يعذب كخباب، لم يهاجر إلى الحبشة الهجرتين كعثمان بن عفان، لم يمت شهيدا في سبيل الله كعمر بن الخطاب، ومع ذلك سبق الجميع. سبق بإيه؟ بالتطابق. تلاحظي إنك لتصل الرحم، إنك حاجة تانية، قلبه صار زي قلب سيدنا النبي. ولذلك لما جم بيقولوا له ده صاحبك بيقول إنه راح المسجد الأقصى ورجع في نفس الليلة، مباشرة من غير تفكير، من غير تفكير ولا تشكيك، قال إيه بقى؟ إن كان قال فقد صدق. فصار تطابق عجيب. ولذلك من التطابق إن سيدنا النبي ضمه مع نفسه، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إحنا الاثنين عكس سيدنا موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه مش واثق في اللي حواليه. قال إن معي أنا، إنما هنا قال إن إيه؟ إن الله معنا.